نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل الدخول على تطبيق شاهد. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شاهد. سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شاهد. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدونه هنا تحديد، قم بضغط عليه سيتم تحديد تطبيقكم شاهد. وبهذه الطريقة نكون قد